عبر هذه الممرات الجبلية المحاذية لسلسلة جبال لبنان الشرقية يعبر الجرحى واللاجئون من القصير والقرى المحيطة في ريف حمص إلى لبنان. بلدة عرسال الحدودية تشكل الممر الآمن الوحيد للمصابين واللاجئين الذين يتدفقون بكثافة إلى لبنان منذ سقوط القصير. هذه الحافلة اجتازت للتو الحدود السورية اللبنانية عبر حدود عرسال، وعلى متنها عشرات من السوريين، أطفال ونساء ومسنون يبحثون عن ملجأ آمن بعد أن خسروا كل ممتلكاتهم في الجانب الآخر من الحدود. وصلنا نحن والموت سوا، عشنا تحت الموت والضرب والرصاص والقصف، وما في لا خبز لا أكل، بننام تحت الشجر يعني، وبالليل بنمشي يعني عايشين بمخاطرة. طلعنا وجه الصبح بالليل تحت القتل وتحت الضرب، وأطفال معنا وكلها مرضى، شو بدي يحكي الواحد؟ لا ضل صواريخ، لا ضل من زخير، اللي كل بدك إياه يعني اللي بدك إياه صار علينا، خلينا جرحى، خلينا مرضى، خلينا عالم تحت الشجر. تقدم البلدية ما توفر لديها من مساعدات إنسانية، بينما يتولى الصليب الأحمر اللبناني نقل الجرحى إلى مستشفيات في البقاع والشمال. من وقت معركة الإقصار في تدفق زيادة كثير منه شوية، وما حدا عم يقوم بأي عمل إنساني، لا الدولة ولا حدا ولا حتى الهيئات كانت تدعم، تقريبا صايرة كثير كثير ما في. تزامنا مع وصول مزيد من اللاجئين إلى الأراضي اللبنانية، أكد الصليب الأحمر اللبناني أن الاتصالات جارية لتأمين ممر آمن لنقل مزيد من جرحى القصير إلى المستشفيات اللبنانية. من بلدة عرسال الحدودية، لاريس عون، سكاي نيوز عربية.